احنا هنا في الشوارع في غامبيا المطر اشتغلت من نص ساعة. اوكي اذا الدنيا باظت سامي باسويف قرار غامبيا نزيفاي سبيركاما اذا وني فوتبول ستاديو مدينة اسمها بيركاما اذا وني تاكسيس كاتوري فديت لودي اتسودا كورة كبير دف سيركوندا كاتوري اما بيربي باسوي غورات اني اتسودا بيكتي دو بانجول كاروجي لا شك في البلد بعد المطر. إذا أني فوتبول ستاديوم. إذا زدت أني باستيانة ديال فوتبول. المطر تقريبا اشتغلت ما فيش ساعة إلا ربع أو ساعة. ألجيريا هو البلد اللي بهدلت على طول كده يعني. غامبيا ألجيريا. لأن دايما أشوف الطول هنا وحش قوي. إذا نازل بايسا هنا باستيانة فوتبول ستاديوم. أوكي. بيكست وان ويل بي ويز ويتش. اللحوم هنا رخيصة على فكرة كيلو حوالي 50 60 جنيه. أي جس نكست وان بي يعني ممكن واحد يشتري معدة ويعمل باربيكيو فيها عادي مش غالي يعني. طب العبوا فين؟ العبوا في البلد الثانية يعني هنا في جامبيا برضه. لا مش عارف. كلمة بلاي أني بروح يا دبي نحن نأسس توغو أني بيجري توغو يبتدم سلسلة غامبيا.